بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في المحاضرة الثالثة من مادة أحكام الالتزام، والتي نواصل الحديث فيها بمشيئة الله تعالى عن آثار الالتزام. في المحاضرة الماضية اتكلمنا عن التنفيذ العيني الاختياري كأثر من آثار الالتزام بعد قيامه صحيحا مستوفيا للأركان والشروط. اليوم بمشيئة الله نتكلم عن التنفيذ العيني الجبري والتنفيذ بطريق التعويض. أول شيء عندنا في محاضرة اليوم التنفيذ العيني الجبري كأثر من آثار الالتزام. قلنا قد وضحنا أن الأثر الأصلي للالتزام هو التنفيذ العيني الاختياري، لكن في بعض الأحيان يمكن أن يمتنع المدين عن تنفيذ التزامه اختياريا، ولذلك يلجأ الطرف الدائن في العلاقة القانونية إلى اللجوء إلى التنفيذ العيني الجبري. طيب التنفيذ العيني الجبري ده هو الذي يقع عندما يمتنع المدين عن تنفيذ التزامه اختياريا، ففي هذه الحالة بيقوم الدائن بإعذار المدين بورقة رسمية ويستعين بالسلطات العامة، وذلك من أجل جبر المدين وقهره على التنفيذ العيني مع المطالبة بالتعويض العادل عن الأضرار التي أصابته بسبب عدم التنفيذ أو بسبب التأخير في التنفيذ. لكن قبل أن نبين وسائل التنفيذ العيني الجبري، يجب علينا أن نوضح خصائص التنفيذ العيني الجبري وشروط إقامة هذا التنفيذ. نص نظام المرافعات الشرعية من المواد أو من المادة 196 إلى المادة 232 على خصائص التنفيذ الجبري، وخصائص التنفيذ الجبري ثلاث خصائص. أول خاصية من خصائص التنفيذ الجبري وهو أن هذا التنفيذ هو تمثيل جبري عام، بمعنى أن السلطات العامة هي التي تكون مكلفة بتنفيذ هذا النوع من الأثر للالتزام أو بتنفيذ هذا التنفيذ تحت رقابة القضاء وبالوسائل النظامية الشرعية، يعني تستعين بالشرطة وبالمحاكم والجهات الإدارية التي تقوم بالتنفيذ. أيضا من خصائص التنفيذ العيني الجبري أن هذا التنفيذ هو تنفيذ مدني، بمعنى أنه لا يجب أن نخلط بين الامتناع عن التنفيذ الالتزام ووقوع جريمة معينة. ليه؟ لأن لا يترتب على عدم التنفيذ جزاء جنائيا، ولا يمكن للقاضي أن يتم أو أن يقوم بمعاقبة المدين بجزاء جنائي إلا في الحالات النظامية الشرعية. يبقى التنفيذ الجبري ده تنفيذ مدني. أيضا من خصائص التنفيذ العيني الجبري أن هذا التنفيذ يقع على أموال المدين وليس على شخصه أو جسده، وذلك لأن المادة 217 من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن إجراءات التنفيذ سواء الحجز أو التنفيذ إنما تكون على أموال المدين بما يكفي لسداد ديونه التي لدى الدائنين. بعد ذلك ننتقل إلى شروط إقامة التنفيذ العيني الجبري. نص النظام السعودي على أنه لا يجوز اللجوء إلى إجراءات التنفيذ الجبري إلا بعد توافر عدة شروط، وهذه الشروط أو أول هذه الشروط وهي أن يكون التنفيذ العيني لا زال ممكنا، بمعنى أنه لا بد حتى يمكن أن نلجأ إلى التنفيذ العيني الجبري أن يكون الالتزام الأصلي أو محل الالتزام الأصلي لا زال يمكن أن يتم التنفيذ به أو لا زال يمكن أن يقوم به المدين. أيضا من الشروط التنفيذ العيني الجبري أن لا يكون في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، بمعنى أن يكون المدين في قيامه بتنفيذ عين ما التزم به لا يكون فيه إرهاق له، لا يكون فيه إرهاق له. الشرط الثالث وهو أن يقوم الدائن بطلب التنفيذ العيني بعد إعذار المدين، بمعنى أنه لا يمكن للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يمكن للدائن أن يطلبه إلا بعد أن يعذر المدين بورقة رسمية يعذره ويضعه موضع المقصر.
بعد ذلك ننتقل إلى الطبيعة القانونية للغرامة. بعد ذلك ننتقل إلى وسائل التنفيذ العيني. وسائل التنفيذ العيني، التنفيذ العيني نص النظام السعودي على عدة وسائل للتنفيذ العيني الجبري، وأول هذه الوسائل وهي الغرامة التهديدية. الغرامة التهديدية هي أولى وسائل التنفيذ العيني الجبري التي يتم اللجوء إليها، وذلك من أجل قهر المدين ومن أجل الضغط عليه حتى يقوم بتنفيذ التزامه أو بتنفيذ عين ما التزم به. إيه هي الغرامة التهديدية؟ الغرامة التهديدية هي تلك الوسيلة التي يتم اللجوء إليها إذا أصر المدين على عدم التنفيذ وتعند في ذلك. في هذه الحالة بيجوز للدائن أن يطلب من المحاكم أن تحكم على المدين بغرامة تهديدية يقدرها القاضي الشرعي عن كل يوم أو عن كل أسبوع أو عن كل شهر أو عن كل وحدة زمنية، بحيث تحمل المدين على الوفاء بالتزام. يبقى دي وسيلة تهديدية بتجبر المدين على أن يقوم بدفع ما التزم به أو أن يؤدي ما التزم به. لكن هذه الغرامة لا يتم الحكم بها في كل الحالات، بل لابد من توافر شروط معينة، وذلك نظراً لخطورتها. فلذلك لابد من توافر عدة شروط. أول هذه الشروط وهو أن يكون التنفيذ العيني للالتزام لا زال ممكناً. ليه؟ لأن الغرامة التهديدية إنما الهدف منها هو حمل المدين على أن يقوم بتنفيذ التزامه. فلو أصبح تنفيذ الالتزام مستحيل، يبقى لا هناك فائدة، لا توجد فائدة من توقيع الغرامة التهديدية على المدين. الشرط الثاني من شروط توقيع الغرامة التهديدية هو أن يكون التنفيذ غير ملائم إلا إذا قام به المدين شخصيا، بمعنى أن الغرامة التهديدية لا تكون خاصة إلا في الالتزام بعمل. يعني لا يتم اللجوء إلى الحكم بالغرامة التهديدية إلا في الأحوال التي يكون تدخل المدين شرط أساسي في تنفيذ الالتزام، بسبب إن عدم أو لأن عدم وجود أو تدخل المدين أو قيامه بتنفيذ الالتزام يعد عيبا في تنفيذ الالتزام، أو لا يؤدي أو لا يمكن أن يؤدى الالتزام على وجهه الصحيح. أيضا من شروط التي من الشروط التي يجب توافرها حتى يتم الحكم بالغرامة التهديدية أن يقوم الدائن بطلب الغرامة التهديدية. يبقى لابد أن يطلب الدائن الغرامة التهديدية، يطلبها من القاضي، وذلك بعد إعذار المدين. يبقى لا يمكن للقاضي أن يحكم بالغرامة التهديدية على المدين من تلقاء نفسه، بل لابد أن يطلبها الدائن، وطلبه هذا يخضع لرقابة قاضي الموضوع. بعد ذلك ننتقل إلى الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية. طبعا الغرامة التهديدية دي زي ما وضحنا هي وسيلة تهديدية الهدف منها حمل المدين على تنفيذ التزامه، لذلك هي حكم تهديدي مؤقت وليس حكم نهائي للنزاع. هذه الغرامة التهديدية بتتزايد مع استمرار تعنت المدين في عدم القيام بالوفاء بما التزم به. بعد ذلك ننتقل إلى آثار الحكم بالغرامة التهديدية. الحكم بالغرامة التهديدية يؤدي أثره وينتج أثره إذا قام المدين بتنفيذ عين ما التزم به. فإذا قام المدين بتنفيذ عين ما التزم به، كده الغرامة التهديدية أدت الهدف منها أو الغاية منها، وبالتالي ينتهي أثرها القانوني فورا. أيضا من الوسائل القانونية للتنفيذ العيني وهي الحجز على أموال المدين. طبعا نظام المرافعات الشرعية السعودي نص على أن يتم الحجز والتنفيذ على أموال المدين المهمل أو المقصر، وذلك عن طريق الحجز على أمواله سواء كانت منقولات أو عقارات أو نقود
بالقدر الذي يكفي لسداد ديون المحكوم عليه المحكوم بها قضائيا. وطبعا لا يجوز التنفيذ على أموال المدين إلا بمقتضى نص قانوني أو صك شرعي، ولا يتم التنفيذ الجبري على الأموال إلا بواسطة السلطات العامة. يبقى لابد حتى يتم يبقى في الوسيلة الثانية نص نظام المرافعات الشرعية على كيفية الحجز والتنفيذ على أموال المدين الذي امتنع عن تنفيذ التزامه، سواء كانت أموال هذه نقود أو منقولات أو عقارات، بالقدر الذي يكفي لسداد الديون التي عليه. ولا يجوز هذا التنفيذ إلا بمقتضى نص قانوني أو صك شرعي، ولا يتم التنفيذ إلا بواسطة السلطات العامة. فبيتم الحجز على أموال المدين المنقولة التي تكون في يده، ثم بعد ذلك يتم الحجز على أمواله المنقولة التي في يد الغير. فإذا لم تكفي هذه الأموال للوفاء بما عليه من ديون، في هذه الحالة جاز الحجز على عقاراته بالقدر الذي يكفي لسداد ديونه. وأشار النظام السعودي في هذا الشأن أو في هذا الخصوص إلى أنه لا يتم الحجز والتنفيذ على أموال المدين إلا بمقتضى نصوص وأحكام الشريعة الإسلامية، ويكون تحت إشراف القضاء. وفي حال بيع المنقولات أو العقارات يتم ذلك بالمزاد العلني في حدود السداد فقط، أو بمقدار القدر الذي يكفي للسداد بما عليه من ديون، ولا ينفذ شرعا ونظاما على الأشياء الضرورية التي يحتاجها المدين كغطائه وفراشه والأدوات التي يستعملها من أجل مزاولة حرفته، أيضا من وسائل تنفيذ أو من وسائل التنفيذ الجبري على المدين ملاحقة المدين المماطل وملازمته شرعا. الشريعة الإسلامية بخلاف القوانين الوضعية نصت على عدة وسائل شرعية يمكن التصدي بها للمدين المماطل الذي يكون لديه الأموال إلا أنه يماطل في سداد ما عليه من ديون، واعتبرت أن هذه المماطلة هي ظلم، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مماطلة الغني ظلم أو مطل الغني ظلم. وبناء على هذا الأساس نص نظام المرافعات الشرعية على أنه يجوز في هذا الخصوص طلب المنع المدين المعسر من السفر. يبقى في الحالة دي أو من الأحوال اللي نص عليها نظام المرافعات الشرعية أن الدائن يطلب من القضاء المستعجل أن هو يمنع المدين من السفر، وذلك بسبب ما عليه من ديون. أيضا وكعقوبة استثنائية يمكن أن يطلب الدائن من القضاء أن يوقع الحبس على المدين، وذلك بموجب ما نصت عليه المادة 230 من نظام المرافعات الشرعية، أنه يجوز للدائن أن يطلب من القاضي المختص توقيف المدين وحبسه لمدة لا تتجاوز 10 أيام، ثم يرجع الأمر إلى القاضي المختص. بمسألة توقيفه وحبسه دي مسألة موضوعية بيختص بها قاضي الموضوع، لكن الحبس، حبس المدين وتوقيفه في النظام السعودي لا يتم إلا بعد استيفاء 5 شروط. أول هذه الشروط أن الحبس ده يكون بموجب حكم قضائي صادر، أيضا أن يمتنع المدين عن التنفيذ بسبب سوء النية، أن يكون التنفيذ الجبري على أمواله غير ممكن أو غير مجد بسبب أنه ما عندوش أموال، أو لا يمكن التنفيذ على هذه الأموال بسبب أن الأموال دي هي محل لحق امتياز، أيضا أن يطلب الدائن ذلك من القاضي المختص بتوقيف مدينه، أيضا أن يأمر القاضي المختص بتوقيف المدين مدة لا تتجاوز 10 أيام. ده التنفيذ الجبري. بعد ذلك ننتقل إلى التنفيذ بطريق التعويض أو بمقابل. المقصود بالتنفيذ بطريق التعويض أو التنفيذ بمقابل هو طبعا يعني إحنا وضحنا أن الأصل في التنفيذ هو التنفيذ العيني للالتزام، لكن لو المدين امتنع عن التنفيذ يبقى في الحالة ديت
بيتم اللجوء للتنفيذ الجبري، ويمكن للدائن ان هو يطلب من المدين التعويض عن الضرر اللي أصابه بسبب التأخير أو بسبب امتناعه عن عدم التنفيذ. وطبعاً التنفيذ بطريقة التعويض ده هو اللي بيحكم به القاضي، هو اللي بيحكم به القاضي، وممكن يكون بناء على اتفاق سابق بين الطرفين، وممكن يكون بنص القانون، وممكن يكون بنص القانون. طيب ايه هي الحالات اللي يتم اللجوء فيها للتنفيذ بطريقة التعويض، أو ايه هي الحالات اللي ممكن يتم فيها التعويض؟ طبعا الحالات دي تحددها النظام السعودي وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه بانه يجوز للقاضي ان يحكم في بعض الحالات بالتعويض للدائن، وهذه الحالات او اول هذه الحالات اذا اصبح التنفيذ العيني مستحيل، اذا اصبح التنفيذ العيني المستحيل بفعل المدين او بخطأ. يبقى لو أصبح التنفيذ العيني اللي هو عين ما التزم به المدين لا يمكن أن يتم أو لا يمكن أن يؤديه المدين بسبب خطأه أو بسبب تعنده، في الحالة دي يمكن القاضي أن يحكم على المدين بتعويض عادل عن الضرر الذي أصاب الدائن. وطبعا التعويض ده أو الحكم بالتعويض بيكون قاصر على كل أنواع الالتزامات اللي بيلتزم بها المدين عدا الالتزام المالي. لما يكون ملتزم بأداء مبلغ معين لا يمكن للقاضي أن يحكم بتعويض عن تأخيره في التنفيذ أو عن امتناعه، لأن ذلك يعد من باب الربا الذي حرمته الشريعة الإسلامية. أيضا من الحالات التي يمكن أن يتم فيها التنفيذ بطريقة التعويض إذا كان التنفيذ العيني ممكن لكنه فيه إرهاق شديد للمدين، في الحالة دي بيحكم القاضي بالتعويض لجبر أضرار الدائن الحاصلة فعلا. يبقى أيضا يمكن للقاضي أن يحكم بالتعويض العادل إذا أصبح تنفيذ الالتزام العيني فيه إرهاق شديد للمدين، كعلى سبيل المثال أن يلتزم تاجر أو أن يلتزم شخص بتوريد بضاعة معينة أو منتج معين لأحد الأشخاص، لكن المصنع الذي كان يصنع هذه السلع تم إغلاقه. في هذه الحالة يعتبر تنفيذ الالتزام فيه إرهاق شديد للمدين، ففي الحالة دي بيتم الحكم أو اللجوء إلى التعويض بطريق إلى التنفيذ بطريق التعويض أو التنفيذ بمقابل. أيضا من حالات التنفيذ بمقابل وهي إذا كان تدخل المدين الشخصي ضروري لتنفيذ الالتزام والمدين يمتنع عن القيام بالالتزام رغم الحكم عليه بالعقوبة بالغرامة التهديدية. أيضا إذا كان التنفيذ العيني ممكن ولكن المدين لم يقدمه ولا الدائن لم يطلبه. يبقى لو كان التنفيذ العيني ممكن لكن الدائن لم يطلبه من المدين ولم يقم المدين بعرضه على الدائن، ففي الحالة دي بيحل التنفيذ بطريق التعويض أو التنفيذ بالمقابل محل التنفيذ العيني. بعد ذلك ننتقل إلى أنواع التعويض. التعويض في النظام السعودي نوعين. النوع الأول وهو التعويض عن عدم التنفيذ، سواء كان عدم التنفيذ كلي أو جزئي، أن يتم التعويض عن امتناع المدين عن تنفيذه للالتزام سواء كان التنفيذ كلي أو التنفيذ جزئي. التنفيذ جزئي أن المدين ينفذ جزء من الالتزام ولا يكمل عين ما التزم به، فده هو التنفيذ الجزئي. والنوع الثاني اللي هو التعويض عن التأخير في التنفيذ، يعني كأن يكون المدين ملتزم بأن ينفذ التزامه يوم 10 في الشهر أو يوم 20 في الشهر فيتأخر 5 أيام أو أسبوع، ففي الحالة دي بيكون في تعويض على تأخيره في تنفيذ الالتزام. وفي جميع الأحوال التعويض لا يعتبر التزام جديد على عاتق المدين، بل يحل محل الالتزام الأصلي باعتباره طريقة شرعية لتنفيذ الالتزام. لكن حتى يتم اللجوء إلى أو حتى يتم استحقاق التعويض لابد من توافق شرط معين، ألا وهو شرط الإعذار، وده اللي نص عليه النظام السعودي في مجلة الأحكام الشرعية، إن مجرد عدم التنفيذ أو التأخير في التنفيذ طبعا لا يكفي لاعتبار المدين مقصر أو مهمل،
بل لابد من إعذاره أو إنذاره ووضعه موضع المقصر وموضع المهمل بموجب ورقة رسمية تتم على يد المحضرين القضائيين ورجال القانون، ويتم فيها إبلاغ المدين بالوسائل النظامية بأنه مقصر في أدائه للالتزام، وأنه سوف يتم اللجوء إلى التنفيذ بطريق التعويض، أو أنه سوف يتم اللجوء إلى التنفيذ الجبري أو التنفيذ بطريق التعويض حسب التنفيذ الذي سوف يتم اللجوء إليه. لكن في بعض الحالات لا يشترط فيها الإعذار، لا يشترط فيها الإعذار. أول هذه الحالات وهي إذا صرح المدين صراحة أنه لا يريد الوفاء بالتزامه، كأن المدين يقول لن أقوم بتنفيذ ما التزمت به، سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو عن طريق الإقرار أو عن طريق أي وسيلة من الوسائل. أيضا إذا اتفق الطرفان في العقد على عدم اللجوء إلى الإعذار، على عدم اللجوء إلى الإعذار، وبمجرد حلول الأجل ده بيعتبر إعذار ذاتي، في الحالة دي بيتم اللجوء إلى التنفيذ بطريق التعويض بدون إعذار. أيضا إذا كان محل الالتزام هو رد لشيء مسروق أو مغصوب، ففي الحالة دي لا داعي للإعذار. أيضا إذا كان محل الالتزام تعويضا نظاميا ترتب عن الفعل الضار، اللي هي الأضرار اللي بتكون ناشئة عن أخطاء الآخرين، دي الشخص بيكون ملتزم بأن هو يقوم بإصلاح هذا الضرر، يبقى لا تحتاج إلى إعذار. أيضا إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين وبصفة عمدية، في الحالة دي بيتم الانتقال إلى الالتزام أو التنفيذ بطريق التعويض أو التنفيذ بمقابل. لكن كيف يتم تقدير التعويض في النظام السعودي؟ التعويض أو تقدير التعويض العادل للطرف المضرور بسبب عدم التنفيذ أو بسبب التأخير في التنفيذ بيكون على ثلاث أنواع. أول هذه الأنواع وهو التعويض القضائي، وده اللي بينص عليه القاضي، أو هو ذلك التعويض الذي يقرره القاضي عندما يقوم بنظر النزاع المعروض عليه. فالقاضي في الحالة دي بيحدد التعويض العادل وفقا للضوابط النظامية، زي إيه؟ زي أن يحكم القاضي بإزالة البناء الغير مشروع الذي أقامه الشخص المدين على أرض يملكها الدائن، أو إن هو يحكم بغلق المحل التجاري الذي فتحه أو قام بافتتاحه تاجر منافس في عقار كان قد سبق واستأجر هو هذا المحل، واشترط على صاحب العقار عدم وجود منافس في المكان. ففي الحالة دي للقاضي إن هو يحكم بتعويض عادل للطرف المضرور. أيضا من الحالات التي يتم فيها تقدير التعويض في النظام السعودي هو التعويض الاتفاقي، والتعويض الاتفاقي ده هو اللي بيحدث عندما يتفق الطرفان على مقدار التعويض مسبقا في العقد، وده اللي بيسمى بالشرط الجزائي في الاصطلاح الشرعي. والشرط الجزائي طبعا بيقع صحيح وينتج آثاره الشرعية، ليه؟ لأن العقد شريعة المتعاقدين، وللشرط الجزائي عدة آثار. أول هذه الآثار وهو إذا كان مقدار الضرر، إذا كان مقدار الضرر الذي أصاب الدائن مساوي لمبلغ الشرط الجزائي يجب على القاضي أن يحكم به دون زيادة أو نقصان. أما لو تبين أن مقدار الشرط الجزائي يقل عن مقدار الضرر الحاصل، ففي الحالة دي لا يجوز للقاضي أن يعمد إلى زيادة الشرط الجزائي. ليه؟ لأن الشرط الجزائي تم تحديده مسبقا. لكن لو لاحظ القاضي أن مقدار الشرط الجزائي يزيد عن الضرر زيادة فاحشة، في الحالة دي يجوز له أن يقوم بتخفيض الشرط الجزائي إلى الحد المعقول. بعد ذلك أيضا ننتقل إلى التعويض الاتفاق، وهو كنوع ثالث من أنواع كيفية تقدير التعويض. والتعويض القانوني ده هو إذا كان محل الالتزام مبلغ معين من المال،
بيلتزم الشخص بدفعه زي ايه؟ زي عقود القرض او عقود التمويل الشخصي. ففي الحاله ديت بيجوز للدائن ان هو يطالب المدين بالتعويضات النظاميه المترتبه على التاخير في التنفيذ، وحتى يتم الابتعاد عن الربا الممنوع شرعا، فان القوانين المدنيه تشترط لاستحقاق هذا التعويض عده شروط. اول هذه الشروط وهو ان يكون محل الالتزام دفع مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، وثاني هذه الشروط وهو أن يقوم الدائن بطلب هذه التعويضات قضائيا وبصفة واضحة. أيضا لا يشترط في مثل هذه المطالبة إثبات الضرر، وذلك لأن التأخير هو عين الضرر الذي أصاب الدائن. بكده نكون انتهينا من محاضرة اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع ونترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.